الحلاوه دي. فراوله على مهلة على مهلة على مهلة على مهلة على مهلة. هو ده تعالى حلو، مستني لك من ساعتها. تعالى يا حلو، تعالى يا حلو، ده انت جاي مباشر. اهم حاجه تتاكدوا بس من السنان يا ابو احمد، السنان موجوده اهي. مش مركب طاق؟ لا مش مركب طاق. ايوه اهم حاجه السنان يا جدعان. ايوه احنا بص اهم حاجه السنان، مش هنعرف يجزجز ليه. فالسنان موجوده خلاص يا جماعه عشان يجز. اه يا جماعه انا بس ماسك الموبايل، فافتح هدوم السنان يا ابو احمد الله يكرمك، اعمل لي الشفه دي كده سنة. لا لا سيبه سيبه، اعمل له الشفه بس. اهي يا جماعه اهي السنان اهي، اهم حاجه السنان يا جدعان. هو ده اللي كان بيروح مني. ماشي الروح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا الرحمة، ما شاء الله اكبر 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 الله اكبر. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفا الفا ابن الدايخه ده، ابو اسنان يا حلو انت، ابو اسنان ابو احمد. ها يا ابو احمد طمني الله يكرمك، اسنان ولا مش اسنان؟ اسنان يا حاج. صباح الفل. صباح 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 صباح. احلى مسا يا حمدي. يلا ايوه 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 احلى مسا يا عاشور. يلا عاشور. ابو احمد متالق. احمد لو كان يشتغل كده مش هيضيع حاجه. ايه يا ابو احمد مش عارف ولا ولا ايه؟ لا 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 عم خلاص. يا رب يا كريم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. أبو سنان وصل أهو، أبو سنان وصل. يلا حمدي يلا أهو، أبو سنان يلا عاشور أهو. أهي يا إخوانا أهي. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا كريم يا رب. اللهم صل على النبي. يلا بدر. طب يلا وجوز ابو يحيى. ايه اهو يلا اهو اهو. هي دي يا ابو يحيى. يا عم ماشي. هو ده يا ابو يحيى اللي مستنيينه. السمكه الكافه يا جماعه ما بقتش عجبانا دلوقتي يا جماعه. هو ده ابو يحيى اللي مستنيينه. ابو يحيى عايزين اللي مستنوه ابو يحيى. يا عم ماشي كله جاي ان شاء الله، ان شاء الله كله جاي. الله يبارك لك في رزقك يا حبيبي. الله يخليك. صلي صلي صلي. ابعد عن الدور بس. صلي. طلعها بعيد عن الدور يا حاج. صلي. اللهم صل على النبي يا حبيبي. صلي. اللهم صل على النبي ابو احمد عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. يا جمال يا جمال. عليه الصلاه والسلام. السلام. ادينا من ده يا عم احمد حلاوتك. شوف لي بس السنان اهم حاجه. ركب طاقه. صلاه النبي صلاه النبي. اديني في الهايف انا ننس. بس يا اكفى حالك تعمل ايه. صلاة النبي على السمكة يا جماعة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. حاجة ايه؟ حاجة فخفخينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. باختصار كده، احنا الفيديو اللي فات جينا على المية دي، المية دي اللي هي مية خان الجني او تاني مية بعد ما تعدي الكمين بتاع رشيد متجه لكفر الشيخ. ده الوصف بتاعها عشان محدش يسألني. جينا وعرفنا ان المية ايه واكلة الحمد لله، واشتغلنا برضو على البوري، عرفنا ان اللسان بتاع البوري شغال. فالنهاردة احنا جينا نجرب الغلة، ان شاء الله يومنا جميل، خليكم معنا هنعمل لكم فيديو كويس. هو بصراحة المقدمة ديت في اخر اليوم، بس نوعدكم ان انا ايه الفيديو كله هيكون ضرب مباشر وكله سمك عظناء. خليكم معنا، احنا بصحبة طبعا الحاج محمد الاصمق، اخونا وحبايبنا حاج محمد الاسمر، ولا حاجة طبعا، وعز اهو، عز ما خدش ولا سمكه يا جدعان. طبعا انا النهارده عشان انا فيديوهاتي بتبوظ، لان انا بيجي عليا اوقات كتيره بناخد سمك بس للاسف ما بتصورش. فانا النهارده كنت مركز على التصوير مع الناس ومع نفسي. ان شاء الله فيديو حلو يا جماعه، خليكم معانا. احلى تحيه لاحلى شباب اخواتي وحبايبي، متنسوناش في لايك بعد اذن حضراتكم. طبعا انا لما نيجي نرش الغله، انا ليا طريقه كده في رش الغله متعود عليها، بالذات في الادوار العشوائيه. نحب ناخد حفن صغيره كده ونضربها جامد في الميه ونرص ورا بعضها. انا اسف التصوير مش حلو، معلش استحملونا، ولكن هي دي فكره رش الغله بالنسبه لصيادين رحاله او لاخوكم سامح الخالق. اتمنى من الله ان الفيديو يكون عاجبكم، وخليكم معانا، متنسوناش في لايك عشان تدعمونا ونقدر نستمر. احلى تحيه لاحلى شباب احلى صيادين، يسعد مساكم، عندكم مسا ويسعد صباحكم لو عندكم صباح. جبت ايه؟ ولا اي حاجه. ما بتاخدش معاك؟ لا خالص خالص. تصور خالص اهو. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. اه السمك ده بقى عندي واقف قدامي كده طالع فوق يا راجل. افتحها. يا عم ده انا رميت له غله زي ما هو عايز. يا عم ما بيترملوش، ما بيترملوش يا معز. الحلقه اللي انا كنت رميها هي دي بس اللي بتترملها كده. ساعه انا ما بالنسبه للعده المستخدمه يا جماعه، عشان حبايبنا الصيادين اللي هم بيهتموا بالعده المستخدمه، العيدان اللي كانت معانا كانت اغلبيتها 3 متر، لان طبعا كان معانا اكتر من صياد وطلع في الفيديو اكتر من صياد. عادي ماشي، كلنا نعتبره كنا شغالين ب 3 متر. روح الله يسهلك. الشعر اساس 30، الرمال من 25 ل 20. روح الله يسهلك بعيد عننا. وكان معانا حاج احمد كان شغال ب 18. السنار في ناس كانت شغاله ب 3 وفي ناس كانت شغاله ب 4. يلا ماشي، خلي بالك ركزت معاه. الجرس ده ما عملش حاجة. بص رايح يجيبها ازاي؟ ايه اتفضل. هو كان جايلها من هنا، من شحنة جايلها من الشارع من اللي هو يبيعها. مش شايفها كمان. قاعد دخل في الحتت القديمة. صباح. أن 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 راحت منك يا كروديا. لا تحت طلعت فوق. العب يا شيخ، العب يا شيخه. هو ده ما شاء الله، والله سمك عدل يا جماعه. هو ده اللي بيتجوز. طب حط على ايدك بالله عليك. احلى رحله مع احلى ابو يحيى وابو احمد. الله يرزقك يا رب. أوه. الله يرزقك، تستاهل كل خير يا حاج. جوز يا حاج. صباح الفل، صباح الورد.
البركة الحمد لله وبفضل الله اليوم كان حاتي، السمك كان كله خشق، السمك الصغير طبعا ما تحسبش. دي نهاية الفيديو يا جماعة، تحياتي لحضراتكم، لو حابين تدعمونا حطوا لنا لايك. صباح الفل، صباح الفل، تحية من اخوكم سامح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي يا حاج، الله كريم، استفتحت يا حاج؟ ورينا كده الاستفتاح بتاعك كده. استفتاح يا حاج، الاستفتاح اللي مستفتحينه يا حاج، ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، كله من ده، كله من ده، كله من ده. العب يا كبير. يا صلاه النبي. اديله على خشمه واديله على ودانه. هو ده الاستفتاح. الله كريم، الله كريم. الاستفتاح ابو يحيى. صباح الفل، احلى صباح على محمد الاصفر. صباح الفل يا صباح يا ابو احمد. هو ده الاستفتاح. يا رب يا كريم، صباحك زي العسل، جاي احسن ان شاء الله. ليه احسن ان شاء الله؟ ان شاء الله، ان شاء الله.